تاني مرحلة معانا الاندكسنج يعني دلوقتي احنا عندنا Chunks خلاص عندنا الداتا بتاعتنا قطعناها لحتت عايزين ما نخزنها في مكان ما في الاندكسنج انت دلوقتي كل تشانك من دول هي عبارة عن نص يعني مثلا في مثال مقال ويكيبيديا احنا عندنا فقرات كل فقرة هتمثل ايه تشانك ده تكست الواضح جدا ان ايه الفكرة الفكرة في انه تعاملك مع التكست ممكن يكون مخادع جدا يعني ربما يكون عندك قطعتين من النص ماشي والاثنين مذكور فيهم هنا كلمات كتيرة متشابهة مع كلمات كتيرة هنا ولكن الاثنين معناهم مختلف تماما ولذلك احنا عايزين نحصل على تعبير اخر للتشانك ده للتكست ده بس يعبر عن معناه مش لازم يكون مقيد بالكلمات اللي جوه يدي تعبير عن المعنى ففاكر فكرة الفيكتور اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات انه انت عندك كل اوبجكت او فيجر او شخصية او شيء لما عبرنا عنه بارقام بدأ يكون عندنا تعبير اوضح لمعناه كذلك هنا احنا باستخدام اللارج لانجوج موديل ممكن انه يدينا مش مجرد ان احنا بنديه نص ويولد لنا نص لا هو ممكن كمان يدينا حاجه اسمها الامبيدنج اللي هي الفيكتورز يعني يدينا تعبير رياضي لكل قطعه نصيه هنا احنا هنا في عالم الـ language موديل بنسمي هنا الفيكتور اللي بتطلع امبيدنج فده تعبير ممكن تستخدم ده او تستخدم ده فالفكره في ان تشانك 1 كقطعه نصيه بعد دخولها large language موديل هتتحول لامبيدنج 1 او فيكتور 1 وكذلك chunk 2 وهكذا لحد تشانك اصبح عندي لكل قطعه نصيه فيكتور طيب كده حصلت بدل من التعبير النصي لتعبير رياضي الفكره بقى ان احنا ايه ان احنا هنخزن هنا هنستخدم داتابيز الداتابيز مخصصه لتخزين مين لتخزين الامبيدنج او الفيكتورز واحنا بنسميها فيكتور بيز داتابيز وهنعمل ايه هنخزن كل قطعه نصيه وهنخزن معاها مين الفيكتور المرادف ليها فاصبح هنا متخزن عندي كل قطعه نصيه والامبيدنج بتاعها في الفيكتور بيز داتابيز